الآن نفتح المجال للنقاش وللأسئلة. أنا عدنان إبراهيم عبد الله الفقيرة أصلي خلف كل مسلم. بعض الناس يكفرون من يستجيب الصلاة خلفي، تخيل إلى هذه الدرجة، شيء عجيب. أنا أتحدى من يأتيني بيوم واحد كتبت فيه منشورا ضد جماعة إسلامية وكتبت ضدي ملاشير لا أفعل هذا. يعني أنا أوافق الشيخ عدنان في هذه النقطة، يعني نحن نصلي أيضا كشباب حزب التحرير خلف كل مسلم مهما كان، حتى لو خالفها في الرأي، وليس عندنا أي مشكلة أن نصلي في هذا المكان، وقد صليت أنا أيضا في السابق كثيرا يعني خلف الشيخ عدنان وهو يعلم ذلك، فليس عندنا مشكلة في هذا الموضوع. جميعا إن شاء الله. طيب، بهذا الشكل نكون قد وصلنا إلى فقط مرحلة من مراحل الحوار. أحب فقط أن أطمئن الإخوة الذين يتابعون أنني حسبت الوقت للأخوين المتحاورين والوقت تقريبا منسجم، ساعة وسبع دقائق للأخ المهندس شاكر وساعة واثناشر دقيقة للشيخ عدنان، يعني إن شاء الله يكون في عدل وفي توازن. الآن نفتح المجال للنقاش وللأسئلة، وإن شاء الله سأسجل من يريد أن يسأل. الأخ أبو عدنان هو أول واحد، ولكن في أبلك أسئلة مكتوبة. الأخ الكريم، خمسة خمسة، نأخذ الآن الخمسة. الأخ الكريم ستة، كمل. طيب سبعة ثمانية، والأخت الكريمة، ماشي. نبدأ إن شاء الله بسؤال جميل جدا وأحيله إلى الأخوين المحاضرين. يقول الأخ الكريم: أنا كمسلم كيف لي أن أثق بكم حيث لا يصلي جماعة حزب التحرير خلف الشيخ عدنان، والعكس لا يصلي الشيخ عدنان خلف جماعة حزب التحرير؟ هذا هو الإسلام، فكيف نحكم شرع الله ودعاتنا دعاة تفرقة؟ أو حول هذا السؤال إلى كلمتين. الله أيها الأخ السائل الفاضل بارك الله فيك يأمر بالعدل. أنا عدنان إبراهيم عبد الله الفقيرة أصلي خلف كل مسلم، أصلي خلف الإمامية الشيعة، صليت في مسجدهم ولا أكفرهم، أصلي خلف الإباضية وعندي مكتبة كاملة إباضية، خوارج عمان بسموهم، أصلي خلفهم ولا خلف الزيدية، خلف كل إخواني من جميع الأحزاب والجماعات بفضل الله تبارك وتعالى. والله لا أغمز صلاتهم ولا صلاتي خلفهم، ولم يفعل إيه، ولكن أنا يعني يطرق سمعي أن بعض الناس، مش كثيرين بفضل الله، بعض الناس يكفرون من يستجيب الصلاة خلفي، تخيل إلى هذه الدرجة، شيء عجيب. فنسأل الله أن إيه؟ أن يفتح عقولهم وبصائرهم، وأنا أدعوهم إلى النقاش. بدل ما تكفرني تعال ناقشني، أنا رجل نقاش، أنا أحب النقاش حقيقة، أحب الحوار العلمي، وأنا بالعكس أنا من دعاة أن تعود الأمة حقيقة إلى برهنة حقائقها ومبادئها وعلى شعائرها بالحوار. في القديم يا إخواني كان العالم إذا يعني أريد له أن يكرم يعطى فرصة في الحوار المباشر أول ما يرد على أي نادي. أنا أدعو الحوار، لست من دعاة التكفير ولا النبذ وكذا، وعقيدتي حقيقة في جميع إخوان العاملين للإسلام من حزب التحرير، من الإخوان، من إباضية، من شيعة، أنهم إن شاء الله على خير، ولست أسيء الظن والله بمسلم، أنا أسيء الظن بإنسان يحارب الإسلام ويحارب شرع الله ويحارب الإسلاميين ويحارب الله ورسوله. وعلى فكرة أنتم شايفين أنا معركتي على منبري مع هؤلاء، ليست مع إخواني. أنا أتحدى من يأتيني بيوم واحد كتبت فيه منشورا ضد جماعة إسلامية وكتبت ضدي ملاشير لا أفعل هذا. شعاري يوم وكتب، نعم الكتاب الأسود، شعاري يوم أتيت إلى هذا البلد، وأختم بهذا أرجو أن أكون أطلت، أنا أبني وليهدم من شاء أن يكون هداما، أنا لست أهدم. تعرفون لماذا؟ لأن من يبني يكون دائما في الصاعد، ومن يهدم دائما يكون في النازل. أسأل الله أن أكون البنائين إن شاء الله أنا وإياكم. يعني طبعا لا، بشكل مختصر جدا يعني أنا أوافق الشيخ عدنان في هذه النقطة، يعني نحن نصلي أيضا كشباب حزب التحرير خلف كل مسلم مهما كان، حتى لو خالفها في الرأي، وليس عندنا أي مشكلة أن نصلي في هذا المكان، وقد صليت أنا أيضا في السابق كثيرا يعني خلف الشيخ عدنان وهو يعلم ذلك، فليس عندنا مشكلة في هذا الموضوع، ونحن نصلي خلف جميع المسلمين في كل المساجد والحمد لله. جزاك الله خيرا.